من ضمن الأسئلة، أنا إن شاء الله اقتصاد وعلوم سياسية، فهل في كتب معينة أو كورس بتنصح بيه بجانب الكلية، ولا أكتفي بالدراسة داخل الكلية؟ أنا نصيحتي لاقتصاد وعلوم سياسية، أولا إنك تختار إيه اللي أنت لسه داخل إن شاء الله. فأولا أنت عندك اقتصاد، علوم سياسية، إحصاء، تخصصات مختلفة، فمن أول حاجة ركز على إنك تجيب تقدير كويس وتعرف الكلية، ما ترهقش نفسك بأي حاجة. اختار التخصص اللي أنت عاوز تكمل فيه واللي أنت حابه. هل في كتب معينة؟ لا، كل اللي انصح بيه انك تركز في دراستك، اهتم بالاوفيس، كتابة البريد الالكتروني. لو داخل قسم اقتصاد اعرف انت عاوز تدخل ايه في قسم الاقتصاد، حاجات كتير جدا، الاحصاء، طب انا متارجت ايه، اكون اكتواري في شركات تأمين ولا لا. كل ما تبقى بالنسبة لك المعلومات دي اضافية وعارف من البداية، كل ما تيجي تتخرج تبقى عارف هتحدد ايه. الحاجات الاساسية انشطة طلابية، لو تعرف تشتغل في الصيف، طب انا معايا فلوس واهلي كويسين ليه اشتغل، لا بيرفع الشخصية. تهتم جدا جدا بالاكسل والاوفيس كلها، مهارات كتابة البريد، الانترفيو، تنزل تدريبات صيفية، قدم في كل الأماكن مش بس البنوك، طور من شخصيتك واعرف العيوب اللي فيها، لو فيها ما تعرفش تتكلم، عندك خجل، كل الحاجات دي. اهتم بالسوفت سكيلز دي، أهم حاجة. ما تقولي بقى أنا عاوز كتاب ما اعرفش إيه في العلوم السياسية وكتب في الاقتصاد المتقدم، ركز في كليتك وطور من شخصيتك، وبعدين إن شاء الله لما تيجي تدخل سوق العمل مش هتلاقي وقت إن شاء الله إنك تاخد الكورسات، وساعتها تاخد الوقت ده، لكن دلوقتي بلاش تاخد هذه الأمور، وربنا يوفقك.